السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحلم. شوفوا معي اليوم طريقة العركة، بستنى آراءكم بالتعليقات، وما تنسوش تضغطوا على لايك، وإذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة، ويلا مع بعض نشوف الطريقة. والمتفق عليه إنه العركة تحضر باستخدام خبز الطاوة المعجون بطحين البر أو بالدقيق الأسمر، ولكن أنا سويته من خبز الطاوة العادي اللي أسوي نصه دقيق ونصه بر، يعني على حسب الرغبة. أنا هنا كنت مسوية خبز طاوة، فباخذ قرص وبقطعه إلى قطع متوسطة عشان بعدين الفرامة تمشي بسهولة وتفرم الخبز. بعد كذا بحط قطع الخبز بالفرامة، بحط التمر. هنا بالبداية سويت 15 حبة تمر، بس بعدين بضيف زي ما بتشوفوا. هنا بسوي ملعقتين من السمن المذاب وبفرم الجميع مع بعض. هنا شفت لسه احتاج تمر، فبزيد 8 حبات من التمر وبفرم لين ما ينفرم التمر كويس مع الخبز. خلاص كذا صار عندي تمام. بنقله إلى وعاء، وفي هذه الأثناء أنا أسخن الحرضة. طبعا تطبيق العريكة ممكن بأي صحن عادي، ممكن حتى بدون تسخين، ويعني وهو الشائع انه اكثر شيء يسووها بدون تسخين، ولكن انا حبيت اني اسخن الحرضة. والان ببدأ طبعا اول طبقة من مفروم الخبز مع التمر، وبيكون في معايا علبة قشطة للقرص الخبز. انا استخدمت علبة من القشطة. اضيف القشطة وبتضيفوا المكسرات اللي عندكم واللي تفضلوها. طبعا انا كان عندي فول سوداني لوز فاستخدمته، يعني بتستخدموا الموجود، والشائع دائما استخدام الكاجو، ولكن ما كان عندي كاجو، فخلاص يعني اكتفيت بالفول السوداني واللوز ورشة من العسل، وبعدين طبقة ثانية من الخبز، وهكذا زي ما بتشوفوا الخطوات على السريع. واخر شيء بضيف الجبنة تشيدر كطبقة اخيرة، ممكن انتم كمان تحطوها بين الطبقات. بزيد احط المكسرات والعسل، وبكذا تكون العريكة جاهزة. وهذه حكاية العريكة، سهلة جدا وبسيطة وما تحتاج اي جهد، مجرد تطبيق طبقات. مش عارفة، في بعض الناس يتهيبوا العريكة يمكن من اسمها او من لذتها، بعدين يقولوا كيف
هذه تصير، وهي سهلة جدا. بتمنى يا رب الطريقة تعجبكم تجربوها، بس أنا أراكم بالتعليقات، وما تنسوش تضغطوا على لايك، وإذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة، ونلتقي فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.